لافوكا هي نجمة اليوم أكيد مستمعينا مستمعتنا في صحتي في ماكلتي مع الدكتور هشام فنيش أخصائي في التوازن الغذائي والطب الطبيعي. غنتعرفوا على الفوائد وعلى المزايا ديال هاد الثمرة هادي وهاد الفاكهة هادي الشهية والغنية بمجموعة من المعادن والفيتامينات. شكون خاصو ياكلها وشكون خاصو يتجنبها؟ كيفاش خاصنا ناكلوها ويمكن ندخلوا عليها حتى بعض الأغذية وبعض المواد الغذائية؟ هادشي كلو نعرفوا مع الدكتور هشام. صباح الخير. صباح النور. كي صبحتي؟ الله يبارك فيك. صباح الخير والربح. صباح الخير والربح. واللي صلى على النبي يربح دكتور. الله يسلم. لافوكا. لافوكا لله. لافوكا مشبعة مليزة غرا انساتوري الأحماض الدهنية الغير مشبعة. هادو اللي معروف عليهم افوكا كتعني وقاية ضد الامراض القلب وامراض التونسيون والضغط. دونك لافوكا من الفواكه المهمة بزاف. حنا غادي نشوفوا علاش ونشوفوا لما غادي تصلح. لافوكا في النهار تقدر توقي من هاد المشاكل ولا لافوكا في السيمانة ولا لافوكا في ثلاث ايام؟ لا غير الا غادي ناكلوها في النهار ناكلو باغ اكزومبل. هي اهم حاجة كيف غادي نشوفوا هو ندخلوها في واحد الشلاضه اي يعني مربيع ولا نصيد. تكون حتى كل نهار ماشي مشكل. نعم. حيت الناس يخافوا منها كيشوفوها من تما كيجيبوا لهم ربي غادي تطلع الكوليسترول تماما والسكر. هذه اول حاجه مزيان. دابا هاد الجوج الاولاني والخامسه وبهم عاد نرجعوا للاخرين. هو خاص لافوكا كتعاون باش كطيح السكر مزيان. دونك الناس باش ما يخافوش منها ملي يشوفوها من تما ما عمرها ما كانت كتطلع الكوليسترول. بالعكس هي كطيح الالدلال يعني هذاك الكوليسترول الخايب وكتوقي الاش دي ال اللي هو الكوليسترول المزيان. دونك اللي عنده الكوليسترول غير ياكل ما كاين حتى شي مشكل. مزيان. هي متشبعه بالالياف لي فيب. دونك اللي عنده مشكل في المصارن واهم حاجه هو البارتيسيبا ريغولي لابيتي كتنقص من كتعطيك لا سونساسيون دو ساسيتي كتعطي بنادم كيحس براسو غاسازي شبعان. ايه يعني ملي كنكونوا متبعين حميه راه كنخدموا بها بزاف. اللي باغي ينقص هي قويه بزاف بالفيتامين سي. اللي كنعرفوها احسن فيتامين ضد الاكسده. سيتانونتي اوكسيدان ناتشوريل. فيها الفيتامين او والفيتامين بي 6. الفيتامين او حتى هي ضد الاكسده والفيتامين بي 6 اللي كتصلح باش كيتصنعوا لي غلوبول روج الكويرات الحمراء في الدم. حتى هي فيها فيتامين بي ناس اللي هما لي فولات ولي فولات كيصلحوا لو رينوفيلمون سيلولير باش كيبدا الخلايا كتعاود وكتولد. دونك مهمه بزاف للمراه الحامل باش كتوقي داك الفيتوس اللي في كرشها ضد لي مالفورماسيون باش التشوهات الخلقيه مثلا. التشوهات الخلقيه وباش كي وباش كيتطور في واحد الجو مزيان. عند الوليدات اون كروسونس ولا اللي مريض لي كونفاليسون يعني اللي عندهم شي مرض مزمن راه كتصلح بزاف باش كتقوي. علاش؟ لان فيها الاملاح المعدنيه فيها الفوسفور فيها الحديد فيها الكويبر والزنك فيها المغنيسيوم وفيها البوتاسيوم. هادو غير الكبار. نعم. اهم حاجه وهي قويه بزاف بالغلوتاتيون. هاد الغلوتاتيون غير الناس ما عارفينش سميتو ولكن أهم مادة ضد الأكسدة اللي كتصلح الخلية في الجسم. ألوغ علاش كيصلح هذا الغلوتاتيون؟ الغلوتاتيون هو اللي كيطلع القوة هو اللي كينقص من داك البروسيسوس دو فييسمون داك الخلية باش ما كتبقاش كتكبر كتكبر وكتشرف كما كنقولوا يعني. وضد حتى الشيخوخة ضد يعني حتى ضد الشيخوخة كتقوي المناعة كتصفي الكبده والخلايا كتنقص من لي زيفي دو ستريس هادشي ديال التوتر اللي كيحسوا به الناس. مهمه بزاف لان فيها فيتامين او مهمه بزاف لابو. الناس اللي كيبغيو يديروها باغ اكزومبل نقدروا ناخذوا افوكا وحده غير خاصها تكون طيبه مزيان. كنعجنوها بحال البوغي وكدار ماسك 20 مينوت للوجه كتغديه مزيان. هي اهم حاجه هو لي زافوكا باش يعرفوا الناس بحال كنقولوا غورج دو كاروتينويد. فيهم هاد الكاروتينويد هادو علاش كيصلحوا منهم لا لوتين بحال اللي كنا قبيله لا فيتامين او علاش غتصلح العينين. الوغ كتوقي ضد واحد المرض
الله يحفظ الجميع. لا دي ام ال لا دي ام ال سي لا ديجينيرسونس ماكولير ليا لاج. هذه الناس اللي كيكبروا اللي كيتقدموا في الـ في الـ في العمر. اييه في العمر كنخافوا منهم على عويناتهم. كاين اللي كيبدا كيشوف بحال المانج ولا كاين اللي كتبدا تجيه نقطه كحله الوسط حيت ما كيعرفوش هادشي مناش. اهم حاجه اهم فاكهه كتوقي العين من هاد المشاكل من هاد ديما. انا ديما الدواء ديالها شويه صعيب راه كيعرفوا الاخوان الاطباء ديال العيون الاخصائيين ديال العيون. مع الناس الله يرحمهم كيوصلوا معطلين كيبقاو كيتسناو حتى كتكبر داك النقطه الكحله ولا عاد كيدوزوا. دونك هاد لا ديما من المشاكل الكبيره من الامراض الكبيره اللي كاينه في مرض العيون. اللي كنتلقى هو نص افوكا مائيه كتعطي 3 غرام ونص ديال الالياف. دونك كتعاون باش اللي بغى يطيح الوزن. لان الالياف مهمين بزاف باش ينقصوا من داك لا ديكومبوزيسيون دي غلوسيد داك السكريات ما يوصلوش وما يطلعوش السكر باش ما طلعش الانسولين. يعني ملي غيطلع السكر غيطلع الانسولين. الانسولين الخدمه ديالها هو كتشد داك السكريات في وسط الخدمه ديالها كتردهم الشحمه. دونك هو كيتقل من داك الهضم ديالهم. وكتعطي داك لا سونساسيون دو ساسيتي بحال اللي قلنا كتبدا تحس براسك شبعان بلي لونتون كتبقى داك الشبعه طويله. طيب نعم طيب دكتور نعم وبحال اللي قلنا الا اذا ستابيليزي لا غليسيمي اللي عندهم السكر وحتى اللي عندهم واحد الحساسيه كتسمى انسونسيبيليتي على الانسولين كيتخيل اللي عنده الوزن مجموع في الكرش هذا اللي كنخافوا منه لو تور دو طاي اللي كان طالع كيكون ما كيستجبش لفي ديال الانسولين. ملي كيبدا يداوم شي شويه على لافوكا كتولي ذاتو كتجاوب الانسولين باش دير الخدمه ديالها. طيب دكتور هشام حنا اليوم في السوق كنلاحظوا بان كاين انواع ديال لافوكا كاين الملسة كاين اللي شويه حرشه واقفه يعني بنت انواع فين نمشي وشنو ناخذ وشنو نقتني وشكون هي لافوكا اللي بيو اللي هي يعني طبيعيه اللي طبيعيه خاصها تكون سيرتيفيه بيو سينو ماشي مشكل لان هي كتسمى تخوي اكوك يعني مغطيه الدواء ما غيوصلهاش بزاف لداخل. دونك الناس واخا دابا تبارك الله راه واجده بزاف وما غالياش. دونك يستعملوها في شنايد. هي كيفاش حنا كان الناس اللي متقدمين شي شويه في السن باش داك المشاكل ديال العينين من الاحسن كتخلط الشلاضه مع خيزو مع مطيشه. دونك كتمشي مع خيزو مطيشه كتعطي المفعول ديالها. هادو الثلاثه المطيشه راه كنعرفوها لان سبحان الله ملي كتقطعها راه الى لا فورم دانكور فيها حتى هي داك لي دو زوغيات ولي دو فونتريك اللي عندنا حنا في القلب. سبحان الله كاين شي فواكه كتشبه كتشارك مع الاعضاء ديالنا مع الاعضاء ديالنا. نعم دونك هادشي علاش كيفاش كتدخل من الاحسن الناس ماشي نقولوا لافوكا انا ناخذها عصير لا ما نديروهاش عصير في الصغار غير نديروها عصير ونديروها بالحليب ما عندناش دار شلاضه احسن لان هي خاصها تندمج. دابا لي زاسوسياسيون اليمونتير شحال من حاجه كتكون مهمه ولكن الا خلطناها في واحد في شي اكل ماشي هو هذاك ما كدوش. هي لافوكا من الاحسن سواء غادي تكل هكاك سواء احسن نقطعوها طريفات ونديروها شلاضه. اذا زدنا عليها واحد شويه الزيت البلديه وقطرنا عليها شويه الحامض وشويه ديال الملحه واش مزيانه تكال هكا طبيعيا؟ نعم يعني الزيت البلديه ولا شويه الملح ولا الحامض ما كينقصوا ما كيغيروا فيها حتى شي حاجه. هي فيها الاسيد اوليك وغيزيد يقوي الاسيد الحمض الاوليك اللي كاين حتى في لافوكا. نعم دونك هادشي اللي قلنا كطيح من ال دي ال من الكوليسترول الخايب وكتطلع الاش دي ال. دونك ربع ولا نص افوكا في النهار راه مهمه بزاف. الناس ما يخافوش منها اللي متبعين الحميه بالعكس حنا كنستعملوها بزاف في الريجيمات اللي في الريجيمات اللي باغيين ينقصوا باش لان راه سي ان بلوك خاص المصران يكون لاباس عليه من الحوايج اللي غادي يقادوا المصران غادي يقوي والذات اكثر في هذا الوقت هذا ديال شونجمون كليما راه بزاف ديال الناس كيحسوا براسهم عيانين وما عارفينش علاش. هما دابا خاص الوقت خصو يدوس ستابيليزي خصو يتهدم. دونك ان شاء الله الرحمن الرحيم كاينين بعض الفواكه سبحان الله هي هذيك لا ترانزيسيون اللي خلق الله سبحانه وتعالى. دونك هادشي اللي كيبان دابا نعم منه لافوكا من الاحسن الناس تستعملها واخا كل نهار راه ما كدرش.
ما غاديش تضرهم باديتو. نعم. وياكلوا حتى الوليدات راه ما تضرهمش. الوليدات تقريبا شحال تقريبا خصو ياخذ الوليد؟ الوليدات ياخذوا ربيع ولا اقل من ربيع في الهضره باش يولف. باش يولف من فوق عام. من فوق عام دكتور؟ من فوق عام؟ فوق عامين. من فوق عامين. طيب فوق عامين. طيب مازال ما ندخلوهاش عند لي نوغيسون، مازال نصرا نديرو ما كملش. نعم. وناكدوا على الناس ديال الكوليسترول حتى هما ما يخافوش منها ياك دكتور هشام؟ ما يخافوش منها بالعكس. هي كتنقص الالدال، راه ما كيعرفوا الناس الكوليسترول كيعرفوا بان كاين الاش ديال والالدال. نعم. الاش ديال كيتسمى هو لو بون كوليسترول، والالدال سي لو موفي. نعم. هي كطيح هذاك الالدال وكتوقف الاش ديال وكتوقف ضد كونتخ لوكسيداسيون دو بون كوليسترول. نعم نعم. الكوليسترول مزيان. طيب شكرا لك دكتور هشام فنيش، وطيله الاسبوع ان شاء الله احنا غنتعرفوا على بعض الفواكه الموسميه والمزايا ديالها، الفوائد ديالها، كيفاش خاصنا ناخذوها، وشنو هو المقدار اللي مسموح به اننا ناخذوها فيه. شكرا لك دكتور، صباحك مبروك، الى اللقاء.